بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع جديد في الجنرال امبريولوجي، موضوع خطير وشديد الأهمية، موضوع بداية الحياة، موضوع التقاء الذكرين، التقاء العنصرين الذكر والأنثى، موضوع الفيرتلايزيشن التخصيب أو التلقيح. هذه هي الطريقة التي قدرها الله سبحانه وتعالى للتزاوج، للامتزاج بين الذكر والأنثى، وتكون الإنسان للمرة الثانية. دي هي الطريقة التي يتعارف، يلتقي ويمتزج فيها الذكر بالأنثى. فبنقول الذكر هيمثل في هذه العملية بالماتيور سبيرم. ونفكركم بتركيب الماتيور سبيرم اللي اتكون عبر المراحل الطويلة اللي حكينا عليها من شوية في المحاضرات الأولى في عملية السبرماتوجينيسيس، وقلنا إن هذا السبيرم اللي هو مجازا بنقول عليه ماتيور سبيرم، لكنه لا يصل إلى الفول ماتيوريتي إلا وقت الفيرتلايزيشن. كان هذا السبيرم بيتكون من هيد، بداخل الهيد في نيوكليوس تحتوي على 23 كروموزوم، وأمام النيوكليوس في ماس اسمها أكروزوم تحتوي على بروتيوليتك انزيمز هتساعده على اقتحام ودخول البويضة. الهيد تحتوي على جميع العناصر الممثلة لتركيب الذكر، وذلك بأنها تحتوي على نيوكليوس فيها 23 كروموزوم، عليها عدد من الجينات تمثل كل الصفات الإنسانية للذكر الذي أنتج هذا السبرم. يلي الهيد كونستريكتد ماس يسموها نيك، هي الرابطة بين الهيد والأنظر ماس السيرد ماس اللي اسمها ميدل بيس، والميدل بيس تحتوي على ميتوكوندريال هيليكس، والميتوكوندريال هيليكس لف حوالين أكزيال فيلمنت وتعتبر القوة المحركة للجزء الرابع اللي هو التيل الذي يوجه السبيرم أثناء حركته بداخل السيمينال فلويد وبداخل الفيميل جينيتال تراكت. ده كان الماتيور سبيرم، أو لسه هو ما بقاش ماتيور، احنا قلنا عليه مجازا ماتيور. العنصر الثاني الذي يمثل الأنثى في هذه الحالة وهو كان الفولي فورمد اوفم، وقلنا الاوفم ما كانتش فول ماتيور قبل الفيرتلايزيشن، امال كانت بتتكون من الاتي: السكندري اوسايت، والسكندري اوسايت باجزائها الثلاثة المعروفة، السيتوبلازم بتاعها، والسيتوبلازم بروتكتد بسيل ممبرين، وبداخلهم النيوكليوس التي تحتوي على 23 كروموزوم ممثلا بها كل الصفات الأنثى التي جاءت منها هذه البويضة اللي هي الفول فورمد أوفم أو السكندري أوسايت، بعدما هربت من محبسها المزدوج بداخل الجريفيان فوليكل وبداخل أيضا
السجن الكبير اللي هو الأوفري، وهربت بفستان الفرح بتاعها بالتاج الجميل ذو الطبقتين، النونسيلولار لير اللي اسمها الزونة باللوسيدا، والسيلولار لير اللي اسمها الكورونا رادياتا. The process of meeting and fusion between the sperm and ovum يسموا العملية دي الفيرتلايزيشن. ومحاور كلامنا دلوقتي الديفينيشن اللي هو الميتينج اند فيوجن بتوين ذا سبيرم اند اوفم. الستبس تمر مرحلة الميتينج والفيوجن، هتمر بأربع خطوات. أول خطوة هي الترانسبورت اوف ذا سبيرمز، انتقال السبيرمز عبر المسالك التناسلية الأنثوية. المرحلة الثانية اسمها الكاباسيتيشن. الكاباسيتيشن هي عملية إعداد السبيرم للفيرتلايزيشن. المرحلة الثالثة اسمها أكروزومال رياكشن، وهي مرحلة تدعيم وتزويد السبيرم بالقوة الخارقة التي تساعد على اقتحام البويضة. المرحلة الرابعة مرحلة البينتريشن اند فيوجن، الاختراق والالتحام. تعالوا نتكلم عن الاربع مراحل ديت مرحلة مرحلة. نبدأ اولا بالترانسبورت اوف ذا سبيرمز والكاباسيتيشن. ناخد اول مرحلتين مع بعض. شوف الترانسبورت اوف ذا سبيرم ده الفيميل جينيتال سيستم، ده كان اليوترس وممسوك فيه زي ما احنا شايفين من اطرافه العلوية الفالوبيان او اليوترين تيوب. البويضة مستقرة في هذا المكان هنا او هنا، المكان ده اللي هو الامبيولاري بورشن اللي بينتهي بقمعة او الانفانديبولم اوف ذا فالوبيان تيوب. طيب البودي اوف ذا يوترس كان بينتهي من تحت بسلندريكال ماس يسموها السيرفكس، والسيرفكس كان راكب على ماسكولار تيوب اسمها الفاجينا او المهبل اللي بتنتهي هنا بفتحة الفالفال اورفيس، الفتحة الخارجية اللي دخل منها السيمن السائل المنوي. دخل السائل المنوي او السيمن الذي يحتوي على 200 الى 400 مليون من هذه السبيرمز، دخلت واستقرت بداخل الفاجينا. الا ان الفاجينا ديت كان مكان تجمع لافرازات جايه من السيرفكس اسمها سيرفيكال سيكريشن. السيرفيكال سيكريشن دي هايلي اسيدك، والسيمن اللي بجواه السبيرمس كان الكالين، فالاسيديتي اوف ذا سيرفيكال سيكريشن اللي متخزنه في الفاجينا وعملت لي ديستشارج اسمه فاجينال ديستشارج، يلاقي اول ما يلاقي السيمن وبداخله السبرماتوزوا. في اول خمس دقائق يقوم السيرفيكال سيكريشن المتجمع في صور الفاجينال ديسشارج بقتل واحراق 50 مليونا من السبرماتوزوا في اول خمس دقائق، وتهرب باقي الحيوانات المنوية من داخل هذه المحرقة إلى داخل تجويف اليوترس بهذا الشكل، دول اللي ماتوا ودول اللي بقوا، لأن مازال جوه الجينيتال سيستم جوه اليوترس بقايا السكريشنز
قامت بقتل كثير من السبيرمز. طيب السبيرمز وهي ماشية في طريقها كيف تنتقل من هذه النقطة إلى مكان التقاء البويضة؟ المسافة التي تقدر بالنسبة إلى حجم السبيرمز كانت حوالي 6000 كيلو من هنا وحتى الاند اوف ذا فالوبيان تيوب. بالنسبة لطول السبيرم كان حوالي 6000 كيلو. كيف انتقلت هذه السبيرمس بداخل الفيميل جينيتال تراكت؟ انتقلت بحاجتين اتنين. The spasmodic contraction of the smooth muscles، تقلصات الحركة الدودية للعضلات الملساء لجدار الرحم، وكذلك تقلصات عضلات البرينية منطقة العجان. ايه منطقة العجان دي؟ هتاخدوها بعد كده في الابدومن، اللي هي المنطقة اسفل البطن بين الساقين اللي يوجد بها فتحات الشرج وفتحات المقبل، يسموا المنطقة دي العجان. دي مزودة بعضلات عرضية تتقلص بشدة مع تقلصات عضلات الرحم، يبقى the spasmodic contractions of the smooth muscles of the uterus and the cervix مع الreflex contraction of the perineal muscles هي المسؤولة عن suction، إحداث suction force، قوة شفطة هائلة هتشفط تجذب تمتص السبيرمز بداخل السيمينال فلويد وتمشيها بطريقها حتى موقع الفولي فورمد اوفم المستقرة بداخل الامبيولاري بورشن اوف ذا فالوبيان تيوب. فاثناء الانتقال تعرضت الحيوانات المائية الى محرقة السيرفيكال سيكريشن المتجمع في صورة فاجينال ديسكشارج في الفاجينا، وتم قتل 50 مليون في 5 دقائق، وقتل الباقي أثناء حركته بداخل اليوترس. دي كانت عملية انتقال لسبيرمس. أمال الديل أو التيل أوف ذا سبيرم كان مسؤول عن إيه؟ هذا التيل اوف ذا سبيرم كان مسؤول عن الدايركشن، الاتجاه الذي تتحرك فيه السبيرمز بداخل السيمينال فلويد، وليس مسؤولا عن حركة السبيرماتوزوا بداخل اليوترس. طيب السبيرمز وصلت الى هذه النقطة ولا يصل منها سوى عدد يتراوح ما بين 300 إلى 500 سبيرم فقط، بينما قتل الباقي في محرقة السيكريشنز المتواجدة بداخل الفيميل جينيتال تراكتس. طيب وصل 300 إلى 500 سبيرم إلى السيرفيس أوف ذا أوفم هنا بداخل الفيميل جينيتال تراكت. كانت المرحلة الثانية من مراحل الفيرتلايزيشن اللي اسمها الكاباسيتيشن أو الإعداد. مرحلة الكاباسيتيشن كانت بتتم متزامنة مع مرحلة الترانسبورت. فالكاباسيتيشن كان البريبريشن، إعداد السبيرمز to be able حتى تكون قادرة على البنتريشن and the invasion of the fully formed ovum. تلاحظوا أنا حتى الآن بقول fully formed ovum لأن الأوفم وحتى هذه المرحلة لم تكن full mature، شكلها متكون لكنها مش ناضجة لسه، مش كاملة النضوج. زي بنت كانت امبارح طفلة، النهاردة بقت أصبحت امرأة بالجسم، لكن العقل لسه عقل طفلة، لكن الجسم جسم امرأة. كذلك الأوفم
جسمها جسم فول فورمد، لكن عقلها مش فول ماتيور. هنشوف الفول ماتيور هيحصل امتى. الكاباسيتيشن دي كانت بتتم بداخل الفيميل جينيتال تراكت زي ما احنا قلنا، سببها اليوتراين سيكريشنز المتجمع في الفاجينا وفي الفيميل جينيتال تراكت اللي كان هيقتل بعض من السبيرمز، وكان هيعمل حاجة تانية، ده كان هيحمي السبيرمز، يعني هيحمي بس حمام تقيل شوية، حمام ناري، حمام هايلي اسيدك. الحمام ده بيقعد فيه السبرماتوزوا 6 ساعات، هيموت فيه معظم حمام من النار، مش هتقدر السبرمز تتحمله، يموت يموت الضعيف ويبقى القوي، مش هبقى لي الا من 300 الى 500. فبنسمي الكاباسيتيشن حمام العريس. في هذا الحمام الناري كان حصل حاجتين اتنين، السبرمز وهي ماشيه كانت متغطيه ببروتين كوت، بمعطف بروتيني. المعطف البروتيني ده جاي من السيمينال فلويد، والمعطف البروتيني ده كان عشان يحميها من محرقة الفاجينال ديستشارج او السيرفيكال سيكريشن. الحاجة التانية بعد ما ازالة البروتين كوت حصل اكسبوجر لمادة اسمها جلايكوترانسفيريز، مادة موجودة على السيل ممبرين او في السيرفس بتاع الابيثيليوم، ودي بتبرز السبرم في صورة جميلة. يعني نقول الحمام ده كان بيشيل الوساخة اللي على سطح السبرماتوزوا، الوساخة دي وساخة شحمية، شوية شحم بروتين كوت، شحم جاي من السمنال فلويد مغطي سطح السبرم فبينضف. والحاجة التانية بيصبغ شعر السبرم ده، إن كان له شعر يعني، بيصبغ السيرفس بتاعه بمادة صفراء جميلة اسمها جلايكو ترانسفيريز عشان تخلي تحلي شكل السبرم. هو ده حمام العريس. يعني العريس بيستحمى ليه؟ عشان يشيل الوسخ من على جسمه، الوسخ اللي اسمه جلايكو، اسمه جلايكو بروتين كوت، دي الوساخه اللي على سطحه، وفي نفس الوقت نبتدي بقى نزوقه، نسشور له شعره ونصبغه له بالاصفر. هو هنا اصلا في صبغه جميله اسمها جلايكو ترانسفيريز فقط هتبرز بازاله البروتين كوت. كده العريس بقى شكله جميل، متنظف وخد حمامه، الحمام بتاعه في الفيميل جينيتال تراكت، عشان تبتدي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الأكروزومال رياكشن. الأكروزومال رياكشن مرحلة اكتساب القوة الزائدة. اكتساب القوة الزائدة اللي هو بنقول عليه العشاء بتاع العريس، يعني بإيه؟ العريس دايما في ليل زفافه بيأكلوه ديك رومي وبط وحمام، ليه؟ عشان يكتسب قوة إضافية. هنا بنأكل عريسنا، عملية الجيفنج للسبيرمس اكسترا باور، قوة إضافية، قوة إضافية بإعداد الأكروزوم بتاعه، الأكروزوم اللي كان موجود في الهيد قدام النيوكليوس. الأكروزوم ده يبتدي يعد عشان يفرز 3 إنزيمات قاتلة، مش قاتلة، خارقة للدروع. إيه الإنزيمات ديت؟ إنزيم اسمه الهيالورونيديز اللي يساعده على إيه؟ على التغلب على الكورونا راتياتا. الانزيم الثاني اسمه تريبسين اللي يساعده على هضم جزء من جدار الزنب اللوثدة. الانزيم الثالث اللي اسمه اكروزين اللي يساعده على عبور الزنب اللوثدة. تعالوا نشوف الحاجات دي مع بعض في الرسمه ديت. الاكروزومال رياكشن والبنتريشن ده دلوقتي شكل الاوفم، دي طبقه الكورونا رادياتا اللي انا عاملها باللون الوردي. الكورونا رادياتا عبارة عن فلوكولار سيلز كيوبيكال ان شيب طيب مع بعض بانترسيلولار اتهيجنز قوية ولا تسمح بعبور الفورين بوديز بسهولة، تحتها جدار نان سيلولار اسمه زونا بيلوسي. ده الاكروزومال رياكشن اللي خلت اللي جعلت الاكروزوم الموجود بداخل الهند في هذا المكان جاهز لعبور هذا المآذان المانعان. السبيرم هيقرب يفاجأ بالكورونا رادياتا. طبقات كثيرة من الفلوكولار سيلز، من الجرانيلوزا سيلز، طبقات كثيرة، صفوف مترصة من الخلايا بينها انترسيلولار ادهيجنز. يجي السبيرم يقف، يا ترى السبيرم وحده هو اللي واقف، امال بقيه ال 300 الى 500 هيعملوا ايه؟
بقية ال 300 إلى 500 سبرم هيقفوا معاه على السيرفس، لكن هو لوحده المسموح له بالدخول. بناء على إيه المسموح له بالدخول؟ هم عارفينه زي أي فرح كده، بيبقى المعازيم عارفين إن العريس هو ده، هو فلان الفلاني. فالعريس بتاعنا اللي الأكروزوم بتاعه معد، الأكروزوم اللي بيحتوي على 3 إنزيمات هتساعده على عبور هذا المانع، يبتدي يفرز الهيالورونيديز. الهيالورونيديز يفرزه السبرم ويساعده على تفكيك الروابط بين خلايا الكورونا رادياتا اللي جرانولوزا سيلز، يفككها من بعضها. بقيه السبرم واقفه، واقفه معاه وقاعد يفرز اهو، ويحرك الايه، يحرك يفك الادهيجنز. وبقيه السبرمز بالديل بتاعها بتضرب يمينا ويسارا في السيلز اوف ذا كورونا رادياتا، لحد بعد ما وقت هتضيعها تعمل ديسبيرشن، تفكك الكورونا رادياتا وتزيل هذا المانع، ويبتدي السبيرم يعبر هذا الحاجز ويقف عند الزونه باللوس ده عشان يخرج الانزيمين التانيين الاكروزين والتريبسين اللي هيفتحوا له فتحه ويدفعوه بالداخل. يسموا العمليه دي الاكروزومال رياكشن اللي تمت وشرحناها حالا. طيب مرحلة البنتريشن، السبرم يدخل براسه ويسيب ديله، هيسيب الديل بتاعه بره السيرفيس اوف ذا فولي فورمد اوفم، ويدخل بالهيد بتاعته فقط، الهيد اللي كان فيها كل الصفات الوراثية للذكر، ويذوب الديل بتاعه ويتلاشى في الخارج، والهيد بتاعته تعمل كوليكشن اسمه ميل برونيوكلياس. الميل برونيوكلياس بيقرب من النيوكلياس بتاعت الاوفم اللي كانت مستقرية في الجنب، ويكونت الفيميل برونيوكلياس ويندمجوا مع بعض ويعملهم الزيجوت اللي هو الوان سيل ستراكشر. يسموا العملية دي البنتريشن اند فيوجن اوف ذا هيد اوف ذا سبيرم ويز ذا نيوكلياس اوف ذا اوفم، وتم الآن إنتاج الزيجوت. طيب لو جينا نتكلم على عملية بتفصيل أكتر شوية، لو رجعنا خطوتين ورا هنجد إن النيوكلياس اوف ذا اوفم بمجرد اقتراب السبرم هتاخد طرف الاوفم وتبقى اكسنتريك وتكون كتلة أنثوية اسمها فيميل برونيوكلياس، ودخل السبرم بالهيد بتاعته كون ميل واستقروا الفترة، ثم بدأوا يقتربوا من بعض، واللي اقترب هو الذكر كعادة الدنيا، حتى يتلاشى الاسنان ويذوبان ويمتزجا مكونان استراكشر واحد هو الزيجوت. دي كانت مراحل الأربعة للفيرتلايزيشن. نيجي نلخصها تاني كده، الفيرتلايزيشن بعد ما دخل الميل كون بالهيد بتاعته ميل برونيوكلياس، والفيميل كونت فيميل برون، ده بعد البنتريشن مباشرة. طيب الزينة باللوز ده ما زالت موجودة، هتمتد بينهم استراكشر اسمه ميتوتيك سبندل تترتب عليه الكروماتيدز ويمتزجوا مع بعض ويكونوا مين؟ ويكونوا الزيجوت. كده الزيجوت اللي اتكون هو امتزاج الميل برونيوكلياس والفيميل برونيوكلياس، ال 23 كروموزوم بتوع الذكر وال 23 كروموزوم بتوع الانثى، فيتكون الزيجوت بال 46 كروموزوم التي يتميز بها اي خليه في الهيومن بودي. من نتائج الفيرتلايزيشن تكوين الزيجوت، 1 2 استعاده الديبلويد نمبر اوف كروموزومز اللي اسمه اللي هم 46 كروموزوم، 3 الديترمينيشن اوف 6. ال 46 كروموزوم دول في منهم زوج من الكروموزومات، لو اكس اكس يبقى فيميل، لو اكس اكس يبقى اكس واي يبقى ميل. اذا عمليه الديترمينيشن اوف 6
هتتحدد لما الستة وأربعين كروموزوم يتكونهم وبداخلهم زوجة تحديد اللي هما الاكس اكس او الاكس واي. بتكون الزيجوت هيحصل استيموليشن للنكست ستيج، مرحلة الانقسام اللي اسمها الكليفيج، وبتكون الزيجوت ايضا وتكون تجمع 46 كروموزوم تتحدد يحصل ايدنتيفيكيشن اوف ذا هيريديتري 6 كاركترز، تكون الصفات الوراثية للكائن الجديد. كده تنتهي عملية الفيرتلايزيشن.